هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى عدم نجاح العلاقات بين الأشخاص، منها قلة التواصل، عدم القدرة على التواصل بشكل فعال يمكن أن يؤدي إلى سوء الفهم والصراعات. عدم الثقة، الثقة هي أساس أي علاقة ناجحة، غيابها يمكن أن يؤدي إلى الشك وعدم الاستقرار. الغيرة، الغيرة المفرطة يمكن أن تفسد العلاقة وتجعلها غير صحية. الأنانية، التفكير في النفس فقط وعدم الاهتمام بمشاعر واحتياجات الطرف الآخر يمكن أن يضعف العلاقة. التوقعات غير الواقعية، توقع الكثير من الشريك يمكن أن يسبب الإحباط وخيبة الأمل. الخيانة، الخيانة بأي شكل كانت يمكن أن تكون ضربة قاضية للعلاقة. عدم التوافق، الاختلافات الكبيرة في القيم والمبادئ والأهداف يمكن أن تجعل العلاقة غير ممكنة. عدم الاهتمام، عدم الاهتمام بالشريك وبالعلاقة نفسها يمكن أن يؤدي إلى تدهورها. الصراعات المتكررة، الصراعات والنزاعات المستمرة بدون حل يمكن أن تجهد العلاقة. عدم الاستقرار العاطفي، عدم القدرة على التحكم في العواطف والمشاعر يمكن أن يخلق بيئة غير مستقرة للعلاقة. هذه الأسباب يمكن أن تؤدي إلى عدم نجاح العلاقة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. شكرا لمشاهدتكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المحتوى. وإذا عندكم أي اقتراحات أو تعليقات اتركوها في الأسفل. نشوفكم في الفيديو الجاي.